سلام حبوباتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نبارطاجي معكم فيه مشترياتي من مدينه الداخله. فخديت بزاف ديال الحوايج وقلت علاش لا نبارطاجيهمش معكم. وهاد الحوايج منهم الملاحف كيف ما كتشوفوا، خديت منهم بزاف ديال لي كولور. دابا نوريكم منهم باش نقربوا لكم اكثر. بالنسبه للنوعيه ديال الثوب، فخديت نوعيه اللي تقدروا تفصلوها، يعني اللي بغيتوا جلالب سواء بيجامات ديال الدار اولا كندورات ديال الدار، بشرط انكم ترقدوهم ليله كامله في النوم. هذيك الساعه تقدروا تفصلوهم يعني اللي بغيتوا. غادي نبدا باول ملحف اللي هو هذا، فيه الوان ترابيه ومتناسقين. صراحه عجبوني بزاف هاد الالوان مع بعضياتهم. بالنسبه للثوب رطب وبارد، يعني يليق لفصل الصيف. وخديت هاد اللون هذا، فيه البلو مارين، البيج، فيه البلون كاسي. وخديت هاد الشكل ديال قشور الحوتة كيف ما كتشوفوا. وكاين هاد الشكل هذا، فيه هاد الالوان حتى هما يعني نيود، فيه هذاك قريب الموتارد، واحد اللون بين الموتارد والصفر، فيه الماغون. صراحه زوين بزاف، عجبني. وخديت هاد الشكل هذا اللي فيه ربعة الالوان كيف ما كتشوفوا، فيه الصفر، فيه لو روز، فيه الماغون والموتارد، فيه هاد البلو سيال والموف. راه غير مع الكاميرا والفلاش ما كيبانوش لي كولور كيف ما الحقيقه. فهاد الالوان اللي كنقول لكم راه هما اللي كنشوف فيهم. صراحه زوينين بزاف. هو كيكون توب واحد وجامع بزاف ديال بحال ملاصقين، التواب ملاصقين مع بعضياتهم. هو راه توب واحد، فيه الكارو، فيه النمر، فيه لون اوني، فيه وريضات. صراحه عجبوني بزاف هادو، غادي يتفصلوا جلالب ان شاء الله، غادي يجيو زوينين. وخديت هاد الشكل هذا اللي فيه لاسانتور في الوسط ديال الثوب. صراحه حتى هو هاد الشكل عجبني بزاف، فيه ثلاثه ديال الالوان، فيه روز، وهاد الغوز هذا خديت فيه جوج. وكاين هاد البلو مع الغوج حتى هو نفس الشكل غير الالوان مختلفه. حتى هاد اللون هذا خديت منه جوج في نفس الشكل وفي نفس اللون. وكاين في نفس الشكل ديال هادو، كاين في هاد اللون هذا فيه صفار ماغون غوج. هذا خديت منه غير واحد لحقاش ما لقيتش، عجبوني بزاف داكشي علاش خديت منهم جوج جوج. ولكن هاد اللون لقيت فيه غير هاد اللون، ما كاينش الثاني ديالو. وخديت هاد الشكل هذا اللي فيه الغايه، وفيه هاد لي سيركل هكا بلي كولور. هاد الشكل هذا خديت فيه جوج، غير هما نفس اللون غير ونفس الشكل، غير في هادوك لي سيركل اللي فيهم لي كولور مختلفين. وكاين هاد الشكل هذا فيه الوان غامقه بزاف، وفيه هاد الوريضات اللي كبار بزاف. خديت فيه جوج نفس الشكل ولكن الالوان مختلفه. كاين هذا في الخزي، وكاين هذاك في البلو، فيه البلو وفيه البلو سيال. ندوزو لهاد الشكل هذا، فيه جوج الالوان مختلفين. بالنسبه للون الاول اللي كيكون فيه البلو مارين والغوز خديت منهم جوج، واللون الثاني ديالو اللي فيه النوار والفير ما لقيتش لي يعني بحالو، فخديت منه غير واحد. هما نفس الشكل، هذوك الوريضات الوسط اللي مختلفين. كاين هذا فيه داك الخزي فير يعني كلير، وهذا فيه الغوز.
كاين هذا الشكل هذا في البلو، فيه البلو فيه النمر كيف ما كتشوفوا. هذا لقيت فيه غير لون واحد، فيه شكل واحد لون واحد، وما لقيتش ليه الثاني ديالو فخديت منه غير واحد. وكاين هذا الشكل هذا حتى هو فيه غير لون واحد، فيه الموتارد والنوار والبيض، وفيه الماغون حتى هو، حتى اللون عجبني. وكاين هاد الشكل هذا حتى هو فيه الكري ولورانج، فيه الوان حتى هو متناسقين عجبوني. كيف ما قلت لكم راه الكاميرا ما كتوريش لي كولور كيف ما هما في الاصل، ما كيبانش كاع فاش كنشوف الفيديو، ما كيبانش ليا كيف ما كنشوفه. وكاين هاد الشكل هذا اللي فيه بحال العوينات، فيه النوار، فيه لورانج، فيه الكري، فيه البيض، حتى هو عجبني بزاف. صافي هادشي اللي خديت في الملاحف هما هادو. دابا غادي ندوزو الاتاي اللي خديت، فخديت هذا ديال الكنتاوي كيف ما كتشوفوا، فيه 200 غرام. صراحه كلهم هادو الاتاي اللي خديت كلهم شعره وزوينين بزاف، فخديت هذا ديال واد الوعر حتى هو زوين. بالنسبه للاتاي كل شكل من هادو في 6 ديال لي بياس. كاين هذا الشكل الثالث اللي هو الناقه حتى هو ديال الشعر زوين بزاف. كاين هذا ديال الحسن كنتاوي، هذا فيه 500 غرام، هذا هو الصراحه اللي كنستعمل دابا زوين بزاف. وكاين هذا الشيء ام القرى حتى هو فيه 500 غرام. دابا غادي ندوزو لي بيسكوي اللي معروفين في جنوب المغرب، يعني فين ما مشيتو غتلقاوهم. سميتهم تيرما، صراحه زوينين بزاف. كاين هذا الشكل الغوز وفيه الزرق وفيه الماغون، انا خديت غير الغوز والزرق. هذا الغوز تيكون اونغوبي بشوكولا نواغ، وهذا الزرق كيكون اونغوبي بشوكولا بلون. صراحه زوينين بزاف وفيهم لوغو خطير واعر. بالنسبه لهاد لي باك الكبار فيه 65 درهم، وهاد الصغار 25 درهم. هاد الصغار فيهم 16 واحد، 16 بيسكوي، خديت حتى هما في الزرق وفي الغوز الصغار. وكاين الناطا اللي غنيه عن التعريف حتى هي، خديت هاد لي ساشي الصغار كنظن 12 درهم ولا 9 درهم، وخديت هاد الساشي الكبير ديالهم. غادي ندوزو دابا لي بارفان اللي فين ما مشيت، فين ما مشيت هنايا في الداخله كنلقاهم. عجبوني صراحه هاد الثلاثه، كاين هذيك سيلفاج الزرقاء ديال الرجال، والغوز ديال العيالات، وهذيك نانين حتى هي فيها الغوز والزرق، ولكن عجبتني فيها غير الزرقاء. صراحه هادو هما لي بارفان اللي عجبتني الريحه ديالهم، وجاتني الريحه ديالهم ماشي هذيك الريحه اللي كتكون مجهده وكتضرك في راسك. بالعكس هادو فيهم واحد البارفان اللي زوينه وخفيفه، عجبتني بزاف. كنوصلوا لنهاية هذا الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم المشتريات ديالي من مدينه الداخله. فما تبخلوش عليا الا عجبكم الفيديو بلي لايك، والاراء ديالكم في لي كومونتير، وما تنساوش تخليو ليا واحد الاشتراك كدعم الا بغيتوا الا عجبكم طبيعه الحال الفيديو. فكنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، وانا بروشين ان شاء الله في فيديو جديد.